وفي البداية أود أن أقول أننا اعتدنا في التجارب الديمقراطية والمحافل الانتخابية أن تكون حالات المشاركة في الأيام الأولى للتصويت ليست كثيفة، إذ يؤثر على المصوتين إرجاء المشاركة إلى الأيام الأخيرة لاتساع الوقت، ولكون المشاركة واجبا على التراخي وليس على الفور. ولكن كعادة الشعب المصري الكريم في صنع المفارقات، فقد أخذ زمام المبادرة واستعرض أمام العالم أجمع قوته ووحدته ووطنيته واتحاد إرادته على اتخاذ قراره بالمشاركة الفعالة الحقيقية، وهو الأمر الذي سبق سائر الأيام الأولى في أي استحقاقات. وفي هذا المقام وفي هذه المناسبة أود باسم الهيئة الوطنية للانتخابات توجيه أسمى آيات الشكر والعرفان والإجلال لسائر بني الوطن الذين دحضوا دعوات المقاطعة ودعاوى التشكيك في عملية الاستفتاء، وكانت مبادرتهم بالتصويت العالي وبكثافة كبيرة في أولى أيام الاستفتاء برهانا ساطعا وجلي على ثقتهم الغالية في عملية الاستفتاء وإدراكهم لخطورته وأهميته على مسار الوطن ومسيرته. أخيرا أقول أننا ننتظر من أهلنا وأبناءنا وإخوتنا في شتى بقاع الوطن المزيد من الجهد والازدياد من المشاركة، وإنا على عهدنا معكم كما كنا أهل عدل على منصاتنا العالية السامقة أن نكون أهل صدق في القيام على عملية الاستفتاء على الوجه الذي تبغيه إرادتكم الحرة. كل الشكر والتقدير والإعزاز والإجلال للشعب المصري الكريم الذي اتحد في كلمته في النزول والمشاركة، كما اتحد في أعياده. كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصف شعبان، كل عام والإخوة المسيحيين بخير، كل عام والشعب المصري بخير. أيد فهي إنما أنا شايف إن الفرصة أفضل إن كل واحد من السادة الصحفيين يعرف بنفسه بيكون أفضل، بس مستأذنكم في نقطة نظام إن إحنا ناخد بالترتيب بحيث يبقى شيء منظم وكل واحد يعرف نفسه أفضل، ويكون بإذن الله بداية المؤتمر موفقة إن شاء الله.